سمعنا الاستاذ جابر للاسف نستمع الان الى الاستاذ الدكتور ايمن الناقد. تفضل استاذ. هل في لقاك يا حبيب نصيب قد كنت من عبد الجمال أدوم أهفو إليك محبة وصبابة وإذا رأيتك يا ملاك أطيب هل منحت متيما بك قبلة ومعذبا وفؤاده مسلوب النهارده اسمها الشاعر الراقي. قالوا الحقيقة أنت الشاعر الراقي تأتي البلاغة طوعا أم تراويها تهمي عليك سماء الشعر باكية تلقي عليك دموعا من مآقيها والطير يصبح مسرورا بقافية للناس أنت وللآفاق تهديها هذه الغصون لدى الأشجار راقصة أوراقها عزفت أبهى أغانيها قل للحبيب تهادي الزهر في جبل حبا وشوقا وعطرا أنت تمشيها الناس تعجب مما قلت زاهلة تأتي إليك المعاني من أقاصيها جعلت صخرا برغم الصمت مبتسما قد كاد ينطقها إذ لا نقاصيها جعلت صخرا برغم الصمت مبتسما قد كاد ينطقها إذ لا نقاصيها الشعر داعب شوقي بعد هدأته الشعر داعب شوقي بعد هدأته فهشت شوقا إلى الأشعار ألقيها الكون والنجم والأفلاك جالسة الكل يسرح في أحلى معانيها والبحر ينصت إذ قد جاء مستمعا والموج يرقد فوق البحر يحكيها قصائد قرمت دونتها فأتى لحسن نظمي عتاة الجن ترويها سر الربيع وأزهار له ضحكت عم العبير بها تزهو مغانيها هل صدق القول في شعري فيا طربي أم أن تلك المنى للناس تبكيها